سلام ومرحبا بكم في حلقه جديده ديال سوليما ستوريز. في الحلقه ديال اليوم غادي نهضروا على الفيلم ديال ما ريني بلاك بوتوم. وكما العاده هذا الفيديو ما مديورش باش نحرقوا فيه الفيلم، ولكن باش نديروا ليه واحد الاناليسيس. هذا الفيلم اللي خرج هادي واحد المده واللي باقي غادي تكون عليه الهضره، خصوصا ان فايولا ديفيس وشادويك بوزمان بجوجهم مرشحين لجائزه ديال احسن تمثيل ممثل وممثله في الجولدن جلوبز. للاسف هذا كان اخر فيلم ديال شادويك بوزمان اللي توفى العام الفايت، وخلى لنا افلام زوينه بزاف، يمكن من اشهرها التقمص ديالو ديال الشخصيه ديال ذا بلاك بانثر. الاختيار ديال هذا الفيلم عنده علاقه مع الترشيح ديال الممثلين بجوج للجولدن جلوبز، ولكن غادي يعطينا الفرصه باش نتعرفوا على واحد من اهم الكتاب المسرحيين ديال الامريكان اللي هو اوغست ويلسون، كاتب اللي من خلال الاعمال ديالو رسخ القصه ديال الافريكان امريكانز والعنصريه اللي كانوا كيعيشوها عبر التاريخ. هو اللي كتب الفيلم ديال المقتبس من المسرحيه ديالو فانسز، واللي لعب فيه الدور ديال البطوله دينزل واشنطن وفايولا ديفيس، واللي فيه فايولا ديفيس غادي تربح جائزه الاوسكار. هذا الفيلم ديال ما ريني بلاك بوتوم اللي حتى هو موخود من مسرحيه ديال اوغست ويلسون، ولكن للاسف كان توفى اوغست ويلسون دونك ما قدرش يادابطيه هو براسو. غادي يكون فيه دينزل واشنطن، وهذه المره كيلعب دور ديال الجنود الخفاء، غادي يكون في دور الانتاج ماشي التمثيل. القصه هي ديال ما ريني، ام البلوز، ذا ماذر اوف بلوز، اللي جايه لمدينه شيكاغو من جورجيا. تذكير بسيط بالجغرافيا، يعني جايه من جنوب امريكان لشمال امريكان، وهذه المعلومه تاريخيا مهمه. جات باش تسجل واحد الاغاني ديالها في الاستوديو، وغادي يكون معاها الجوق ديالها الباند اللي فيه واحد الشاب شادويك بوزمان سميتو ليفي، اللي هو شاب وسيم وموهوب وباغي يفرض راسو ويخرج من الظل ديال ما ريني، لانه كيعتبرها قدامت ومتاكد انه هو اللي غادي يكون المستقبل ديال الموسيقى البلوز. يعني كيبان ان الفيلم كيدور حول صراع ديال الاجيال، هذه قصه ديال البعد الاول، ولكن من جهه اخرى في الفيلم غادي نكتشفوا واحد البارتيه ديال التاريخ الامريكي المؤلم، تاريخ العنصريه، من خلال القصص اللي الشخصيات غادي تعاود لينا، وقصص اللي غادي نخليكم تكتشفوها في الفيلم. غير وجدوا راسكم، خصوصا اللي عنده القلب ماشي عيل، حتى القلب هشيش، الا كان عندك عيل القلب راه داك الشيء غادي يأثر فيك، ولكن في نفس الوقت غادي نشوفوا القصص ديال التفواج والزهو، لان رغم الاضطهاد والظلم الافريكان امريكانز كيعرفوا يفوجوا على راسهم، وحتى شي بيض ما يقدر يمنعهم من هذه الحريه. واحد من الاسلحه ضد الظلم واللي كيقاد المجاج هي الموسيقى ديال البلوز. الموسيقى كتعاود على الظلم والعنصريه، ولكن ايضا كتضحك عليها وكتستهزئ منها. البلوز بحال السفاره ديال الكوكوت كتخلي البريشر تخرج شويه. القصه كدور في امريكان ديال العشرينيات، واحد الوقت مهم جدا. فهاد الوقيته ورغم ان العبوديه ما بقاتش قانونيه في امريكان، ولكن هذا ما كيعنيش ان السلوك العبودي ما بقاش. الجنوب ديال امريكان اللي كان الاقتصاد ديالو داير على الفلاحه كان متشبت بالعبيد من اجل الازدهار ديالو. فاش تلغات العبوديه كعاو بزاف وحاولوا باش يحتفظوا بالعبيد اللي دابا راهم احرار، واخا غير يكذبوا عليهم بتحسين الطفيف ديال الوضعيه ديالهم. المساله اللي غادي توقع هو ان عدد كبير ديال السود الامريكيين غادي يهاجروا نحو الشمال باش يقلبوا على وضعيه احسن وخدمه في المعامل ولا في بلاصات وحده اخرى، مهم يبعدوا على الحقول. هذه الهجره غادي يكون الدافع ديالها ايضا هو الهرب من العنف ديال الجنوب والخوف من الموت اللي ما كتكونش حق، ولكن بحال اللي قلتي واحد البليزير من البويض. الا مشيتي حتى شفتي شوفه ماشي حتى ليه، ولا كنتي في التروطوار اللي ماشي مخصص للسود الامريكيين مشيتي فيها. هاد الهجرة اللي غادي تبدا في 1910 غادي تكون من اكبر النزوحات الديموغرافية في التاريخ ديال البلاد، وغادي يسميوها المؤرخين The Great Migration. الاقتصاد ديال الشمال كيوعد السود الامريكيين بحياة افضل والامكانية ديال الرقي للطبقة المتوسطة. هادشي هو اللي قارين في التاريخ، ولكن الفيلم كيفتح لنا علينا على واحد الواقع واحد اخر. في الولايات الجنوبية ورغم العنف والتعسف، اولا ولا يمكننا نقولوا كاع حنا لحقاش كان هذاك العنف والتعسف، فالافريكان امريكانز غادي يكونوا اكثر تلاحما ومسانده لبعضياتهم
غادي يكونوا مجموعين، غتكون واحد الكوميونيتي اللي كتبارطاجي الالم والسافرينغ ومعوله اكثر على بعضياتها، متلاحمه متناسقه ومتلاصقه. هذا العالم هو العالم ديال ما ريني اللي كبرات في الجنوب وكتعرف القواعد ديالو مزيان، شنو خاصها دير شنو ما خاصهاش دير. الجمهور ديال الجنوب حتى هو كيعرفها مزيان ووفي ليها، ماشي بحال الجمهور ديال نيويورك ولا شيكاغو اللي النظره ديالو على البلوز التقليدي مختلفه. الشمال اللي كيبان لينا بحال المكان فيه اكثر انصاف هو عالم اللي ما ريني اللي ما بغاتش تعرف وما كتثقش فيه، ولكن بالنسبه للشخصيه ديال ليفي هو العالم ديال المستقبل. هاد الصراع ما بين هاد جوج ديال الشخصيات هو صراع تقول لي ديال عدد كبير ديال الناس في ديك الوقت. السؤال اللي كيطرح واش التشبث بالاراضي الاصليه ولا النزوح للمستقبل اللي كيوعد بالافضل. فاش قلت بان ما ريني ما كتعرفش الحقيقه ديال الشمال، هي في الحقيقه عارفها مزيان لانها عاش في ظروف صعيبه، كتعرف بان ما كاينش شي فرق كبير ما بين الشمال والجنوب. الا كان الجنوب فيه العنصريه والعنف فداكشي اللي كيقترحو الشمال حتى هو فيه الاستغلال ديال العامله في المعامل مقابل اجور ضئيله والحلم بالمساواه اللي هو وهم اكثر من اي حاجه. العنصريه حقيقه ديال الامريكان فين ما مشيتي كتبقى الاختلاف الوحيد هو كيفاش كتطبق عليك. هي كتفضل الجنوب اللي كيقولوا نحن عنصريون ونفتخر على النفاق ديال الشمال ديال راه كنحترموك الوغ كو الا مشاو حتى عطيتيهم شنو بغاو غادي يستغلوك ويلوحوك في الزنقه. القوه ديال الكتابه ديال اوغوست ويلسون هي انه تيخلينا نشوفوا الحياه العاديه ديال الافريكان امريكانز ديال ديك الوقت، العلاقات ديال السود بيناتهم في الحوارات ديال الباند ديال ماريني، الاختلاف في المعامله ديال البويض ما بين ماريني اللي هي عندهم بها غراض وما يقدروش يستغناو عليها باش يديروا الفلوس، والاعضاء ديال الباند اللي منهم عداد واي واحد يقدر يتبدل بدون اي مشكل. ماريني عندها واحد الموهبه اللي كتخليها تتعامل بها مع البويض بطريقه صعيبه شي واحد يتخيل هذيك الوقت. هاد اللقطات اللي كنعيشوها وكنشوفوها فيها ناس عاديين عندهم احلام احباطات وعاشوا واحد تروما مشتركه عندها علاقه مع اللون ديال البشره ديالهم، وفي نفس الوقت من خلال هاد اللقطات الحياه العاديه كنفهموا بزاف ديال الاشياء على التاريخ ديال البلاد كلها. هاد الفيلم مهم لانه كيلعب دور ديال ذكرى ميموري، هاد الاحداث اللي ولا بد ترسخ في العقول ديال الجيل ديال اليوم والاجيال اللي جايه باش التاريخ ما يكررش راسه. وخا وللاسف فاش كنشوفوا الحركه ديال بلاك لايفز ماتر كيتبين لنا ان الانسان كينسى دغيا ولا كيتناسى دغيا، ولكن دابا وخصوصا بالاداء الواعر ديال فايولا ديفيس وشادويك بوزمان والاخراج ديال جورج سي وولف صعيب الواحد ينسى هذا الفيلم. شكرا ونتلاقاو السيمانه الجايه في حلقه جديده ديال سينما ستوريز.